أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. اور اللہ ہی کے لیے اچھے اچھے نام ہیں، سو ان ناموں سے اس کو پکارا کرو. اللہ جل جلالہ رب العباد المفرد اثره وجوده بكل شيء تشهد. اللہ جل جلالہ رب العباد المفرد اثره لوجوده بكل شيء تشهد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے 99 نام ہیں، جو شخص ان کو یاد رکھے گا وہ جنت میں داخل ہوگا. نسألوك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم اللطيف الخبير العليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيم الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البار التواب المنتكم العفو رؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقصي الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد